أهلا بكم إلى النشرة الرياضية من موقع القدس دوت كوم. تدخل 10 منتخبات آسيوية مرحلة حاسمة في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم خلال الأيام القادمة، حيث تسعى أستراليا لإنقاذ حملتها المتأرجحة، بينما تأمل الأردن وأوزباكستان في مواصلة المشوار نحو الظهور الأول في المونديال. المنتخب الياباني الذي يحتاج لنقطة واحدة للتأهل يستضيف المنتخب الأسترالي في مباراة قوية، فيما تبرز مواجهة عربية خالصة بين المنتخب العماني والعراقي. فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على قمة المباريات الودية التي جمعت بين المنتخب البرازيلي والإنجليزي في إطار الاستعدادات البرازيلية لاستضافة كأس القارات القادمة. وعلى ملعب الماريكاتا الشهير تقدم المنتخب البرازيلي بهدف لاعبه فريد ليعادل تشامبرلين للمنتخب الإنجليزي الذي تقدم بعدها عن طريق هدافه واين روني ليخطف اللاعب البرازيلي باولينيو هدف التعادل. في أخبار اللاعبين، كشفت تقارير إخبارية عن غياب لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الإسباني تشافي ألونسو عن بطولة كأس القارات التي تنطلق منافساتها منتصف الشهر الجاري بعد تعرضه للإصابة. ويعاني اللاعب من إصابة في فخذه ولم يمنح بطاقة المشاركة من الطاقم الطبي في فريق ريال مدريد لخوض غمار البطولة. توصل نادي نابولي الإيطالي إلى اتفاق مع المهاجم الألماني الدولي ماريو جوميز لاعب نادي بايرن ميونخ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعويضا للرحيل المتوقع لنجمه كافاني. وأشارت بعض التقارير أن عقد اللاعب مع النادي سيمتد لثلاثة أعوام. أخيرا، أعلن نادي ميلان الإيطالي عن بقاء مدرب الفريق أليجري على رأس الجهاز الفني لموسم مقبل. وقال رئيس النادي بيرلسكوني أن النادي توصل لاتفاق مع المدرب بشأن خطط الموسم المقبل، وتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين. نهاية نشرة الرياضية، إلى اللقاء.